استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفدا ضم عددا من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل. وتفقد الوفد مرافق المركز وتفقد طرق إعداد وتأهيل النزلاء وأيضا رعايتهم، ويأتي ذلك تأكيدا على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وبإعلاء قيم حقوق الإنسان. تتواصل الأصداء الإيجابية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة إنسانية فريدة تراعي حق النزلاء وتقوم سلوكياتهم وتؤهلهم على أسس علمية. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل لمشاهدة مرافقه المختلفة. أكثر ما يحتاجه النزيل أثناء قضاء فترة العقوبة هي رعاية طبية لائقة، فالمركز هنا به مركز طبي متطور يوفر لهم رعاية طبية فائقة بتجهيزاته المتطورة التي اطلع عليها الحضور. النهارده في حاله انبهار كامل، لانه ما قدم لينا من الاعلام شيء والواقع اللي احنا لمسناه النهارده بشكل يعني ملامس طبيعي، يعني امر مختلف تماما جدا جدا جدا. شو يعني جهد مشكور للسيد وزير الداخليه ووزاره الداخليه والمجتمع كلها في قطاع الحمايه المجتمعيه. انشاء المركز واكبه تطويرا في برامج التاهيل والاصلاح التي وضعها الخبراء والمختصون لتقويم سلوكيات النزلاء وإثقال مهاراتهم الفنية المتنوعة والحرفية جنبا إلى جنب مع إكسابهم مهارات حرفية في الورش المختلفة داخل المركز، حيث قام الوفد بجولة لمعرفة التطبيق العملي لتلك البرامج التي تسهم في الارتقاء بمهارات وسلوكيات وثقافة النزلاء لمساعدتهم في الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم. هذا الصرح طبعا شيء يستحق التوقف والتقدير والإعجاب، أن يتم كل هذا في هذه المدة القياسية. الملحوظة الثانية أن احنا بهذا المركز وبحكم تخصص العلمي كأستاذ القانون الجنائي فيها تدشين لمفهوم جديد للفكر العقابي في مرحلة تنفيذ العقوبة. وقد شاهد الحضور منطقة الزراعات والإنتاج الداجني والحيواني ومنتجاتها التي يتم عرضها عبر منافذ مجهزة بجوار المركز وتتسم بجودة عالية. هذا التطور الجديد الذي نعيشه على أرض مصر، مصر الجديدة، والذي يعكس لمسة حضارية وإنسانية، من حق مصر أن تفاخر بها وأن تباهي العالم بهذا الإنجاز الحضاري. وتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل التي أنشأتها وزارة الداخلية وضم قاعات محاكمة متطورة منظومة متكاملة حديثة للإصلاح والتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتيح للمفرج عنهم فرصة جديدة للحياة. زيارات متتالية لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة في إعداد وتأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم عقب الإفراج عنهم، يشاهدوا مرافق المركز المتطورة التي تستخدم في التأهيل والرعاية والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر مؤخراً. من أمام مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.